شدت مهارات الراحل وقدراته الإعلامية انتباه المسؤولين الذين رأوا فيه مرشحاً مناسباً لمنصب الملحق الثقافي، فجرى تعيينه ملحقاً ثقافياً لوزارة المعارف في دولة العراق والكويت من عام 1968 وحتى عام 1971. عاد الراحل مجدداً إلى الإذاعة في عام 1983 لينشئ البرنامج الثاني في إذاعة جدة ويتولى إدارته، كما أشرف على برامج التدريب الإذاعي في تلك الفترة.